معرض العلا ثمن المنتوج التراثي اللامادي للأكلات التقليدية الشعبية التراثية بمدينة جابس من خلال احتضان هذه المندوبية لهذه التظاهرة تشجيعا للحرفيات ومساهمة في المحافظة على هذا التراث المادي الغذائي الذي يميز جهة جابس، وخاصة في المناسبات الدينية مثل شهر رمضان المعظم. والمعرض هذا هو فرصه معنا للحرفيين باش يقدموا معناها منتوجاتهم اللي مربوطه بهالشهر الفضيل هذا، واللي ما معناها المنتوجات اللي هي جالسه معناها تتميز واللي فرضت معناها نفسها معناها في السوق، واللي هي في الحقيقه من المحاور اللي معناها نخدموا عليها كديوان وطني للصناعات التقليديه في اطار اللي كوننا معناها ناطروا معناها حرفينا لتجويد المنتوجات نتاعهم ولحفظ الصحه بالاساس، باعتبار ان هذه المنتوجات هي مربوطه بصحة المواطن. عامل شوية شيش مخلور للرمضان، العول متاع رمضان، وشوية رشدة وشوية مسير زيتون وفلفل كل حاجة تقليدية، والرب طيبات ثانية زادة تقليدي، كل عملات قهوة عربي. فما حاجات موجودة ديما، معناتها سيرتو الهروس ديما موجود في كوجينة المرأة الجبسية، في رمضان خصيصا موجود عنا التيشة البسيسة السحور، خاصة السحور معناتها إن شاء الله في رمضان عنا الزهر ونستحقوا للحلو ولكل الحاجات السهريه، الفليو النعناع العطرشيه، كل ما يستحق المواطن التونسي في مائده رمضان ان شاء الله. حضرت بسكويت ديري وبقلاوه وغريبه حمص وغريبه فرينه، وعندنا مع النواصر والحلالم واليويو، ونخدموا زادا البسايس وذن القاضي، كلها تقليدي، صنعه تقليديه الكل. معرض العولة بولاية جابس عرض لإبداعات المرأة التونسية في ولاية جابس عبر الزمن، قدم كأحسن ما يكون للآباء والأحفاد حتى يحافظوا على هذا الموروث الصحي والتقليدي.